الثامن من نوفمبر يوم استثنائي في تاريخ الكفاح والمقاومة، فهو اليوم الذي اشتعلت فيه جدوة المقاومة بجبهة مريس بالضالع من جديد. قبل 5 سنوات كانت المقاومة قد تراجعت من مدينة دمد لتنسحب إلى مريس، وهنا التحمت مقاومة مريس بمقاومة بعدان ودمد لتشكل مرحلة جديدة من الصمود والاستبسال بوجه الميليشيات الحوثية الانقلابية. في 8 نوفمبر انطلقت مقاومة مريس التي كانت امتداد لمقاومة دمد التي يجزء لا يتجزأ منها مع مقاومة جبن، والتي كانت لمقاومة مريس مواقف عظيمة وكانت هي جزء أساسي في مقاومة دمد طبعا. ومن هذا الجبال انطلقت وهج المقاومة وتم ردع الميليشيات وحجزها، وتم استرادة دمد في عام 2018 من هنا من مريس امتداد لمقاومة مريس 2000 امتداد لمقاومة مريس 2000. وبفعل صمود المقاومة تشكلت وحدات عسكرية للجيش الوطني بالضالع لتلتحم مؤخرا بالقوات المشتركة، وخلال هذه السنوات تجرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية أنواع العذاب في جبهة مريس التي مثلت وما تزال واحدة من أكثر جبهات المقاومة شراسة على مستوى اليمن. في مثل هذا اليوم المبارك تحل علينا الذكرى لانطلاق مقاومة مريس الأبية التي كان لها الدور الكبير في صد ميليشيا الحوثي عن الزحف إلى الجنوب، وكان لأهالي مريس وكل الأحرار الوافدين إلى مريس الدور الكبير في تجسيد المعنى الوطني للمقاومة والدفاع عن الصف الجمهوري. اليوم وبعد هذا السفر من النضال تواصل قوات الجيش والقوات المشتركة كفاحها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية مسطرة أنصع ملاحم البطولة والإباء في مختلف جبهات القتال بمحافظة الضالع. فوز المريسي، قناة سهيل، الضالع.